كل يوم تجريح وإهانة. أنا تعبت وزهقت من الوضع ده. يا رب حرام كده، حرام كده. هو أنت قصدك كده؟ طب أنت قلت لهم يعملوا كده فينا؟ طب أنت راضي بكده؟ يا رب، يا رب أنا بنتك، واحدة من شعبك اللي فديته وحبيته وشقيت البحر قدامه وعديته، ولما جاع، لما جاع من قلب السماء غزيته. يا رب أنا عندي سؤال، مش إحنا برضو إحنا الستات جزء من شعب أنت لقيته؟ طب ليه الرجالة بيعاملونا زي المتاع؟ ليه احترام جنسنا زي العبيد متباع؟ مش ممكن تكون أنت اللي قويت الراجل علينا وقسيته، لأن ده عكس الحق، عكس العدل اللي أنت سنيته. يا رب بص على كياننا المتهان، وارحمنا من الذل والهوان، ووري جنسنا إنك خلقتنا لدور كبير بإيديك أنت أسسته وحبيته.